سكان حي شريف يوسف، رانا في كل يوم تصرى حوادث مميته هنايا. ما عندهاش شهرين توفى شخص هنا بسبب جاء كاميون راحوا له فرانات دا شيخ في طريقه رايح الجامع. زي هاي المكان هنايا والدليل والصور هنايا هم يعاودوا فيه تاع المركز الصحي هنايا. زيد اليوم كيف شيخ زاد مرأة في طريقه زاد قتلها. يا خويا احنا كل يوم، احنا دوك هاو المدخل تاع ليكول هنايا تاع المسجد هذايا ابتدائيه. كل يوم في 10 دقائق يقدر يخرج 300 طفل هنايا. لو كان لا يقدر واحد يروح له فرانات هنا قادر يدير مجزره. صباح ماتت جوجه هنايا ومات شيخه هنايا. حنا نخافوا كي نروحوا نقراو، خافوا كي انا نحب نروحوا نقراو، ما رانيش حابين نموتوا. يوم ماتت امراه الله يرحمها، وهذيك النهار مات شيخ تحسو كاميو الله يرحمه. نرجو من السلطه ديالنا دونات خاص كل يوم انا نروحوا نقراو، نعود نخاف عود نموتوا. ولا احنا درنا المراسلات تاعنا كجمعيه ممثله للحي. المراسلات تاعنا راه نديروهم من مارس 27 مارس 15 جوان 18 جوان و17 والاخره كاع 25 جوان. ما كاين حتى رد، ما كاين حتى رد تاع السلطات. نورمالمون نوفروا لهم ماشي حاجه كبيره، صبيغه، تروطوار، صبغو، صبغ، باساج كلوتي، لي دودان، سلطات.